السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونرحب بكم معنا في ملفات إريتريا جديدة لهذا اليوم. إريتريا الذكرى 21 لبدء الاختفاء القسري لمعتقلي الرأي. قبل 21 عاما من اليوم بدأت رحلة التغييب أو ما يسمى بالاختفاء القسري لآلاف المعتقلين، حيث استهدف النظام القائم في إريتريا عشرات المعلمين في المعاهد والمدارس وتم تغييبهم حتى يومنا هذا. اختفوا بلا محاكمات ولا توجيه تهمة، حالهم حال العشرات من الذين غيبوا من بعدهم. إذن كيف تم اعتقالهم وكيف كانت معاناة أهاليهم من بعدهم أيضا؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام نطرحها على ضيفنا في ملف هذه الليلة الأستاذ عبد الرحمن صالح حراط الذي تتلمذ على أيدي بعض هؤلاء المعلمين. نتمنى لكم مشاهدة طيبة معنا في ملف هذا اليوم. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وشكرا لوجودك معنا في الملف لهذا اليوم. أهلا بكم وشكرا وشكرا أيضا لمشاهدي قناة الحوار. احنا طبعا يعني نشكر لك استضاف للمرة الثانية أستاذ عبد الرحمن. الرابع عشر من أبريل إذا كنت تذكر سنة 92 تم فيه اعتقال أول دفعة كبيرة من المعلمين. في ذلك اليوم أنت كنت في كرن، كنت شاهد عيان على اعتقال 8 من معلمي المعاهد. يعني نريد منك اليوم أن تذكر لنا هذه الذكرى أو هذا اليوم المؤلم. نعم، كما ذكرت في يوم 14/4 تم اعتقال هؤلاء المعلمين، وكان يوما حزينا جدا. وكان هؤلاء المعلمين صائمين 6 من شوال، فتم اعتقالهم. نعم. بعض منهم يعني ذاهبين للصلاة فأخذوا واختطفوا، بعض منهم في بيوتهم تم اختفاؤهم وأخذوا قصرا، وحتى اليوم لا نعرف لهم أين كنت مصيره. في هذا اليوم أنا تحديد كنت في لأنه كان بعد المغرب الاعتقال. نعم. والخطف، وحتى البعض منهم مثلا زي أستاذ الأستاذ علي حسن. نعم. هذا هو كان عنده مزرعة في عنسبة، كان مش هناك، جاءوا للبيت ما وجدوه، فبالتالي أرسلوا إليه المجموعة فأخذوه من الطريق يعني. نعم. يعني وصف لنا الوضع، كيف كان وضع الأهالي وهم يعني يشاهدون بعينهم. نعم. اعتقال أهاليهم أمامهم اعتقال هذه الوحشية. نعم، هذه طريقة وحشية لأن الجنود يأتون ويضربون الباب بقوة، وإذا الباب لم يفتح يقفزون من الأسوار، وأخذوا أمام الأسر والأطفال هؤلاء الناس، هؤلاء الأساتذة الكرام الذين تربينا تحت أيديهم. نعم. ومن ضمن ممكن قصة مؤثرة ومؤثرة جدا، مثلا الأستاذ إبراهيم جمع. نعم. شاهدته ابنته منيرة عندما كان يخطفونه، فأصيبت بصدمة وحصل لها ومرضت هذه البنت المسكينة، وعانت كثيرا بعد اعتقال أبيها. نعم. وكانت تنتقل من مستشفى إلى مستشفى، وهناك طبعا لتردي الأوضاع الصحية وما توجد هناك خدمات طبية. نعم. جيدة، فلم يعرفوا ما هو المرض، فهي كانت تكح فيعتقدون أنه إيش نوع من الإنفلونزا أو السعال. ولكن اكتشفوا أخيرا أنه كان عندها التهاب وإيش كبدي، حصل. نعم. لها تقرح في المعدة من شدة المشهد اللي شافته، فبالتالي سبحان الله بهذا المرض توفيت هذه البنت. يعني كم هي آلام اليوم. نعم. أهالي. نعم. كل هؤلاء المعتقلين آلامهم والله لا يعني تحصل لا تحصى ولا تعد، خصوصا أنهم لا يعرفون أي معلومات عنهم. أي نعم، تغييب كامل. أنت تخيل الواحد إيش إنه أين مثلا راعيه ومن كان يكفله، وبعض منهم أسرهم أصلا كانوا معتمدين عليهم فشردوا. نعم. لم يجدوا إيش معينا لهم ولا أحد يساعدهم ويواسيهم، فالصدمة كانت إيش كبيرة.
نعم. الناس كانت تقف معهم لكن هذا لا يغني عن هذا الأمر. يعني ونحن مثلا الذكرى أيضا لما ذهبنا في الصباح اليوم التالي إلى المعهد لكن وجدنا الأساتذة ما موجودين أختفوا. فأصبح اختفوا الوجوم. ما هو يعني السبب؟ ما ردت لماذا؟ فعل أهالي هذه المدينة يعني؟ ردت فعل هذه المدينة مغلوبين على أمرهم وذهبوا بعض منهم إلى الجهات المسؤولة لكي يسألوهم. قال والله ما نعرف، لا نعرف من أخذهم. نعم. نحن لم نأخذ يعني إدارة المدينة والمسؤولين يعني في المدينة لم يخبرهم أيضا بأن هناك محاكمات لهم، تهم موجهة لهم؟ قالوا لهم لا نعرف أصلا هذا الشيء حصل. يعني وكان البلد إيش في عراء وغابة، يعني لا يوجد فيها نظام. طيب من 92 ل 94 كنت موجود هناك، يعني هل أيضا كانت الاعتقالات مستمرة إلى 94 وما بعد ذلك؟ حتى الآن مستمرة الاعتقالات، ولكن نعم. كانت الحملة الواسعة التي تم فيها الاعتقال في 94 5/12 ديسمبر كانت في أوجهها، يعني هي هذه كانت فيها حملة كبيرة وشملت جميع المناطق الإريترية. نعم. وتقريبا اعتقلوا فيها من الوجهاء والمعلمين والتجار والأطباء والمهندسين. يعني الأمر لا يشمل من كل فئات من كل فئات المجتمع الإريتري. نعم. لكن هؤلاء الأغلبية فبذلك الناس ايش تعتقد ان هذا، وانما هو استهداف. نعم. للمسلمين أو المشروع الطائفي اللي جاء به النظام. طيب. في الميدان أثبت حاول يحققه بعد التحرير واختطف هؤلاء الناس. ففي هناك مثلا أطباء في مدينة كرن سجنوا، وتجار مثلا الدكتور عبدالله جمع، دكتور طبيب بشري، والدكتور عمر الدين هذا طبيب أسنان. يعني هو ليس استهداف فقط لرجال الدين والعلماء، وإنما هو استهداف إيش للمسلمين واستئصال. نعم. شأفة الإسلام إيش في إريتريا، هذا. نعم. هو الهدف، لأن هذا نظام طائفي. طيب. جاء بهذا النظام يعني. ومن التجار مثلا عندنا زي ناود، محمد ناود، جابر حسين، هذا الذي حبيت. نعم. أنا يعني. نعم. نعرف من هم المعلمين. نعم. أسماءهم المعلمين رغم أن وجود هنا أيضا. نعم. هم موجودين وأسماءهم. عندك عبد العليم محمد. نعم. علي الزرقوم، إبراهيم جمع حامد. نعم. محمد طاهر حامد أكد. نعم. أبو بكر محمد. تذكرهم نور جمع. نعم. هؤلاء. نعم نعم أعرفهم كلهم حق المعرفة، هؤلاء مدرسية ومعلمية يعني. وإبراهيم بقيت مالك ومحمد حامد، الأستاذ محمد حامد عثمان هذا مدرسي كان. نعم. مدرس في معهدنا. وعلي حسن آدم الزوز وعبد الرحمن علام حراي. وفي عام 1994 تم اعتقال ابن الأستاذ إبراهيم جمع حامد. نعم. هذا عبد الوهاب. نعم. إبراهيم جمع حامد تم أيضا إيش اعتقاله ابنه يعني. ابنه أيضا. نعم. ومن في نفس ال 94 هل كان هو الوحيد من الأبناء المعتقلين أم أيضا كانوا هناك بعض كان هناك من أهليهم وزوجاتهم بناتهم هم أبناءهم؟ هم الاثنين كانوا. هو أصلا كان عمره يعني في ذلك الوقت 17 سنة. نعم. لما اعتقل عبد الوهاب 17 يعني في نفس أعمارنا كان يعني. نعم. أصغر مننا بسنة أو سنتين، فهو زميلنا. وأنا كنت في البداية كنت أذهب معه إلى أسماء. والغريب أنه هذا تم يعني بعد الاستقلال يعني. نعم نعم هو الناس فوجئت يعني ما الذي يحدث، لكن فهو يعني زي ما قلنا هو المشروع الطائفي ده ويريد ايش تحقيقه. ايضا انا كنت احب ان اذكر من ضمن في برلمانيين اعتقلوا. نعم. اللي هو استاذ محمد الشيخ ادم رئيس برلمان اقليم عنسبه. نعم. او اقليم سنحيت سابقا والان اقليم عنسبه. وايضا الاستاذ ادريس محمد علي صالح برضه هذا برلماني اعتقل يعني. نعم. والتجار زي ما ذكرنا ناود محمد ناود جابر حسين محمود بيني كل هؤلاء الناس اعتقلت. فهو ليس استهداف ايش. نعم. للمعاهد ولا هل هناك مسيحيين اعتقلوا؟ لا في الفتره الاولى اللي اعتقلوا هم فقط اللي الجهوبه لانهم رفضوا يشاركوا في عمليه الاستفتاء. نعم. في هذا السبب لهذا السبب ايش تم اعتقالهم وصدرت اموالهم واغلقت محلاتهم ايضا ايش الجهوبه. نعم. في 93 وسبق اعتقال 92 ايضا اعتقال في 17/7 من ضمن اعتقل القاضي محمد مرانت هذا أيضا تم. نعم. اعتقاله يعني. فالنظام هذا عمل من ضمن جملة من الإجراءات عمل من ضمن اعتقالات هؤلاء المعلمين حتى يعني حتى يؤثر أو يهمش المسلمين والإسلام والمسلمين ويكون السيطرة للمسيحيين. نعم. والتجرينيا يعني بصفة خاصة المسيحيين إيش التجرينيا. طيب يعني أستاذ عبد الرحمن في تقارير كمركز ويرا وأيضا مؤسسة القرن الأفريقي أيضا يعني ذكرت بعض أسماء القساوسة من المسيحيين اعتقلوا. نعم نعم القساوسة هذا إيش مؤخرا
تم اعتقالهم، لأنه في الفترة الأولى حتى عام 2000 كما ذكرت لك إلا يعني حتى عام 2000 اللي اعتقل كان الاعتقالات تشمل المسلمين بس ما عدا جهوبة اللي اعتقلوا في 93 في أثناء عملية الاستفتاء يعني. نعم. لأن برفض عملية الاستفتاء الباقي الآن في إريتريا يعني الناس تمردت على النظام، وحتى غير يريد أن يغير ليش الأب للطريقة الأرثوذكسية أو المذهب الأرثوذكسي فرفضوا فعملوا إقامة جبرية فغيروه. نعم. أيضا هو لا يعترف إلا بثلاثة يعني طوائف مسيحية الأرثوذكس والبروتستانت والطائفة الكاثوليكية. نعم. في هناك بنطي وكذا ظهرت هذه المجموعات لا يعترف بهم. نعم. فبالتالي هذا زج بهم في السجون أيضا يعني لماذا في مؤخرا. نعم. يعني حتى عام 2000 الهجمة الشرسة كانت على المسلمين. إذا لماذا يعني تم إقصاء المسيحيين؟ ما الأسباب؟ لماذا كان استهداف أكثر للمسلمين؟ ما هو أنا كما ذكرت لك في الأول هو مشروع طائفي، هو بدأ به هذا الشخص كان عمله في الميدان، بعدين جاء بعد التحرير استهدف المسلمين. تمام. نعم. وبناء عليه أيضا عمل أمور كثيرة غير الاعتقالات. وهل يفهم المسيحيين أو المسيحيون اليوم أن هناك استهداف طائفي من النظام؟ لا، وخلق فتنة. غالبا هم لا يقرون، إذا ناقشت معهم يقول لك ليس إيش طائفيا، وإنما هو يقول نظام ديكتاتورية استهدف الجميع. نعم. يعني حتى نحن استهدفنا، فإحنا في محاوراتنا ونقاشنا معهم لما كنا في مؤتمر أديس أبابا وفي المؤتمرات المعارضة. نعم. الناس كلها تتكلم معهم بشكل واضح إن الظلم يختلف إيش عن ظلم. نحن مثلا ظلم واحد 20 سنة يختلف عن واحد مظلوم 10 سنوات يعني. صحيح. فبالتالي لازم يكون في إقرار. نعم. بعدين هم أصلا نحن قضيتنا قضية إيش الهوية والثقافة وتراثنا وكله ده محارب. نعم. هم بالنسبة لهم هويتهم موجودة ولغتهم هي السائدة وهي اللغة الرسمية، كل شيء موجود، مشكلتهم إيش مع النظام في مع سياس يعني. فإذا سياس يتغير هم يتكلموا معك هو عدونا سياس فقط، ولكن الإبقاء على النظام إيش كما هو مكتسبات يعتبروها هذه يعني. نعم. لا طبعا نحن ما نقدر نعمم، لكن نعم. في ناس منصفين. طيب. أن يعرفوا يعترفوا بهذه. طيب. المظالم يعني. طيب أستاذ. نعم. عبد الرحمن، إحنا راح نشارك معنا أحد أبناء المعتقلين الحسن إبراهيم، لا أدري إذا كنت تذكر هذا الاسم تعرفه. نعم. مرحبا بك أستاذ حسن. اهلا وسهلا، مرحبا بك استاذ مريم. اهلا وسهلا بك، احنا يعني يسعدنا مشاركتك معنا في ملف هذا اليوم او القضيه، طبعا اثيرت العام الماضي. يعني استاذ الحسن، يا ليت اول شيء يعني تعطينا اول ما تذكر عن بدايه اعتقال والدك او اعتقال المجموعه اذا كنت تذكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا في البداية دعيني أشكر قناة الحوار لتسليطها الضوء على هذه القضية المهمة. قبل الإجابة على سؤالك دعيني أقول أمرا مهما هنا. نعم. قضية المعتقلين لم تجد الاهتمام الكافي من دعيني أقول من المسلمين، وبالذات الذين يعني الأخوة الموجودين في بلاد تتيح حرية الاحتجاج وحرية المظاهرات. يعني كان هناك محاولات خجولة من بعض الأفراد وبالتحديد من ذوي المعتقلين أو من يتعاطفون معهم من الطلاب المعاهد في إريتريا. نعم. ثانيا فيما يخص اعتقال الوالد، حقيقة أنا كنت في ذلك الوقت يعني تقريبا عمري 8 سنوات وأكاد لا أذكر تفاصيل ما حدث. نعم. لكن إذا كان السؤال هو يعني حسب ما إذا كنت حاذكر الكوارث أو المآسي التي حدثت لهذه الأسر. نعم. فلا تعد ولا تحصى، لكن أنا ممكن أحكي لك المحصل لأسرتي يعني. نعم. يوم اعتقال الوالد أصيبت أختنا ربنا يتقبلها بأزمة أو يعني أزمة في القلب أو مشكلة في القلب نتيجة لهذا الاعتقال المفاجئ للوالد، وتوفيت على إثر ذلك بعد في السنين التالية. أيضا اعتقل كما ذكر الأخ عبد الرحمن شقيقنا اللي هو عبد الوهاب إبراهيم جيمة. نعم. في الدفعة الثانية اللي اعتقلت في العام 1994.
يعني هذه يمكن قصة شخصية أو قصة تخص الأسرة، وهناك قصص كثيرة. نعم. يمكن أذكر منها قصة ابن الأستاذ علي الحسن الذي توفي ابنه في القاهرة قبل كم سنة. نعم. طيب، يعني أعرف أنك كنت يعني صغير السن، فيعني السؤال اللي حبيت أعرف يعني ماذا كانوا يقولون الأهل؟ لماذا اعتقل؟ ما هي الأسباب؟ تهم؟ هل كانت هناك محاكمات لهم؟ هل كانت هناك زيارات أيضا تستطيعون بزيارة الوالد وأيضا الأسر لمعتقليهم؟ أي سجون يعني وضعوهم؟ نعم. طيب، في البدء في السنين الأولى اللي هو من عام 92 ولحد عام 97 كنا نزورهم بين الحين والآخر في أسمراء، وكان معروفين في سجن في العاصمة اسمه نعم. سجن كارشيليا أو يسمى سجن ونجيل مرمرة، كان لحد العام 97. لكن أذكر آخر زيارة في العام 97 تقريبا في حوالي شهر 6، قابلنا أحد الضباط وكان تعليماته واضحة أن لا نسأل مرة أخرى نعم. عن هؤلاء المعتقلين، وإلا سيكون مصيرنا الاعتقال أيضا. هذا آخر ما أذكره في العام 97. لكن دعيني هنا أقول شيئا مهما. نعم. هذه الاعتقالات، إن كنت تسأل عن أسباب الاعتقالات، هي لا لشيء جنوه إلا لأنهم هم كانوا يعلمون اللغة العربية والتربية الإسلامية. هذه هذا هو السبب الوحيد الذي نعرفه. نعم. هؤلاء لم ينتموا إلى أي حزب ولا أي معارضة ولا أي تنظيم، لكن تهمتهم الوحيدة هم كانوا يعلمون اللغة العربية والتربية الإسلامية. هذا الأمر أزعج السلطات، وفي البداية كنا نسمع أنه ما يسمى بالسجن الاحترازي، يعني حتى بعض الناس كانوا يسربون مثل هذه الأسباب، كانوا يقولون أن هذا والله هذا سجن احتراز ما في سبب. نعم. طيب، يعني الآن ما الذي تطالبونه أنتم أبناء المعتقلين المختفين؟ الذي نطالبه هو أن إذا كان هؤلاء المعتقلين أحياء أن تتم محاكمتهم محاكمة، أولا أن يعرف مصيرهم، يعني أين هم الآن؟ هل هم أحياء؟ هل تم إعدامهم؟ هل تم تصفيتهم؟ نريد أن نعرف هذا المصير المجهول. ثم ثانيا نريد إذا كانوا أحياء أن تتم لهم محاكمات عادلة. نعم، هذا هو ما نطلبه. نعم. هل يعني طالبتم من خلال منظمات دولية بتوثيق، يعني هناك تقارير موثقة يعني أن تقدموها؟ نعم، هناك أحيانا يعني سمعنا بمحاولات من بعض الأخوة الموجودين في خارج في أوروبا وفي مناطق أخرى، هناك محاولات. أما هنا في السودان فكانت هناك محاولة قام بها مركز سويرا لحقوق الإنسان، قام من خلالها بإجراءات أو بمقابلات شخصية لأبناء المعتقلين وذويهم. نعم. لكن لا ندري إلى أي مرحلة وصلت. شخصيا أنا حتى الآن لم أعرف أو لم أسمع بمحاولة جادة يعني بهذا الخصوص. نعم. لا أدري ماذا أقول لك يعني أستاذ الحسن إبراهيم، يعني أشكرك على هذه المشاركة. كلمة فقط، أنا أفضل كلمة. نعم. نعم. يعني أقول والله عار علينا نحن المسلمين، يعني المسيحيين مجرد الاعتقال بضع أشخاص يعني استطاعوا أن يوصلوا قضيتهم إلى يعني جهات دولية معتبرة جدا، لكن نحن المسلمين بدءا من يوم اعتقال هؤلاء المعلمين، يعني أنا أعرف كما ذكر الأخ عبد الرحمن يعني الناس ذهلت لما حصل، لكن في تلك اليوم من العام 92 ثم العام 94 لو كان هناك تم تحرك جماعي في كل المدن الأريترية لكان يعني لما حصل هذا. نعم. وإلى الآن ما زال الصمت مستمر من وبالذات من الأخوة ومن الإرتيين المسلمين الذين يعيشون في بلاد الحرية، يعني حيث يعني هناك إمكانية للوصول إلى منظمات حقوقية. أنا أعذر من هم في السودان وفي دول الخليج وغيرها من الدول التي لا تتيح مثل هذه الحرية، لكن يعني هذه دعوة
دعوة لكل المسلمين يا أخوانا. أنا والله لا أتحدث باعتباري أحد أبناء المعتقلين، لكن أتحدث باعتباري يعني إريتري مسلم. لماذا لا نتحرك؟ لماذا لم يتم تحرك جاد ونوصل أصواتنا؟ وهنا أنا لا أبخس التحركات التي قامت، لكنها تظل دون 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 دون, دون الطموح. طيب الحسن إبراهيم ابن المعتقل الأستاذ إبراهيم جمع، معلم معهد أصحاب اليمين كرن، ثانوية المعهد الديني الإسلامي بكرن، شكرا لك على هذه المعلومات وهذه المشاركة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك فرج قريب بإذن الله. أستاذ عبد الرحمن، استمعت إلى شهادة ابن المعتقل الحسن إبراهيم وهو صديقك، يعني ما الذي يعني تحمله ذاكرتك من ذكريات؟ والله نحمل ذاكرتنا مليئة بالذكريات. نعم. فكنا نذهب مع الأخ عبد الوهاب لأنه زميل وصديق عزيز، كنا حتى بعد الاعتقال نذهب في بيتهم وتشوف الأوضاع، أوضاع الأسرة كانت صعبة جدا. نعم. والمعاناة كانت كبيرة، وتشوف الوجوم حتى في يعني بعد التحرير الشعب الإريتري أو المسلمين بصفة خاصة يعني حسوا بالغبن، يعني وإن التحرير هذا لماذا جاء؟ نعم. هل نحن لكي ندخل الاعتقالات ودفعنا الثمن من أجل الحرية لكي يزج بنا في السجون؟ نعم. من غير أي أسباب معلومة، فكان الوضع مأساوي جدا، يعني وما زالت هذه الذاكرة. نعم. الذكريات عالقة. يعني أكثر شيء أعرف. نعم. عن يعني صفات هؤلاء المعلمين، يعني ما هي صفاتهم؟ طريقة تعاملهم، أسلوبهم، ما الذي تحمل ذاكرتك عنهم؟ نعم، هؤلاء المعلمين هم اللي غيروا في مدينة كرن، وهم كانوا النور والنبراس لهذه المدينة، ويعني وتعتبر مدينة كرن بأنها قبلة للعلم بالنسبة في إريتريا يعني. نعم. فكان الناس يقصدونها من مناطق مختلفة. حتى أذكر لما كنت في ماليزيا أحد الأخوة الإثيوبيين كان جاء في مدينة كرن حتى يطلب العلم في. نعم. مدينة كرن المعلمين حتى يتعلم عندهم يعني. نعم. وهؤلاء هم كانوا القيادة، وكانوا هم النور، وهم إيش العين التي يرى بها أهل مدينة كرن. فاستهداف هؤلاء معناه الاجتثاث أو استهداف إيش المسلمين. نعم. وفي هويتهم وثقافتهم الإسلامية والعربية، كل هذا الهدف هو في النهاية الاستهداف إيش الإسلام. طيب. في إريتريا. أستاذ عبد الرحمن، يعني في هذا الصدد. نعم. أصلاً هو ممكن حصل أيضا يعني ما يثبت هذا الكلام، إنه في إريتريا في خلال الفترة الماضية من ضمن الاستهداف هناك حصل هدم مساجد في. نعم. إريتريا. سنأتي. نعم. إلى. نعم. هذا الموضوع يعني قبل أن نصل إلى هذا الموضوع أستاذ. نعم. عبد الرحمن، يعني ردود أفعال المجتمع، حدث أي احتجاج؟ هل تذكر أي مظاهرة؟ هل لا لم يحدث، لأنه الناس يعرفون تسلط النظام والقمع اللي حيواجههم به، فبالتالي يعني الناس ذهبت وسألت فقط، وقيل لهم لا نعرف أين هم وأين يعني مصيرهم. وجهاء والمسؤولين من المسلمين في أسمرة العاصمة، يعني كبار المسؤولين، هل يعني بالتأكيد جاءتهم هذه المعلومات؟ يعني هل كان هناك أي تواصل أو مساعدة أو الوصول إلى نوع من الحل؟ ما في أي شيء. المحاولة اللي كانت هناك الناس ذهبت وسألت وقالوا لهم إيش لا نعرف يعني. هكذا. نعم. طيب. حتى السلطات الموجودة في المدينة قالت لا. نعم. نعرف. أستاذ عبد الرحمن، راح نأخذ فاصل. مشاهدينا الكرام، راح نأخذ فاصل قصير، ومن ثم نعود إلى ملف اليوم، ذكرى 21 لبدء الاختفاء القسري لمعتقلي الرأي. كونوا معنا. حياكم مرة أخرى مجددا مشاهدينا الكرام في ملف هذا اليوم، الذكرى 21 لبدء الاختفاء القسري لمعتقلي الرأي. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن صالح حراط، شاهد عيان على حادثة الاعتقالات في مدينة كرن. نحييك مرة أخرى. يعني ذكرت أكثر من مرة المشروع الطائفي، يعني هل بالاعتقاد والتصور يعني الآن الذي يحيا الشعب الإريتري أنه يمس الطائفية والعنصرية وإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، لماذا يعني؟ وما علاقة ذلك بكل مجريات الأحداث التي حدثت في هذه المدن الإسلامية في إريتريا؟ نعم، ممكن ندلل عليه بأدلة للموضوع هذا، مثلا في موضوع المساجد
تم هدم مساجد في منطقة حديش عدي بمدينة مندفرة في 28 مارس 2004، أربعة مساجد وملحقاتها من مؤسسات لتحفيظ القرآن. والمساجد التي هدمت هي مسجد ألامو الذي أسس في عام 1904، والثاني مسجد الآخر مسجد الشيخ نورو الذي يرجع بناؤه للعام 1925، مسجد الشيخ إدريس كحساي الذي شيد في عام 1934، ومسجد الشيخ حج حسن الذي تم بناؤه في عام 1950. هذه مناطق أثرية المفروض إيش تدخل من ضمن التراث، وممكن إيش المفروض تدخل أيضا من ضمن اليونسكو لاهتمامها بالتراث وكذا، حتى ذكروه في وثيقة العهد، وثيقة إبراهيم المختار موجودة هذه الأشياء. أزيلت هذه تماماً. هدمت. هدمت وجرفت أيضا. وما البديل؟ ما في أي بديل، هو هدم لأي قيم وأي تراث وأي أساس موجود للإسلام ويتم استئصاله. أستاذ عبد الرحمن راح نعود إليك، نأخذ اتصال أول ومن ثم نعود نواصل هذه المعلومات. نأخذ أحمد إدريس من جدة. أحمد إدريس، أحمد إدريس تفضل. ألو. أهلا وسهلا. ألو، أنا كاترين. أيوة تفضل. مساء الخير. مساء الخير تفضل. وتحياتي لضيفك. اهلا وسهلا. اهلا بك. مداخلتي عباره عن شكر ومناشده لو تسمحي. تفضل. اشكرك اولا واشكر قناه الحوار على ما تقومون به من جهد وتوضيح للعالم مما نعاني من ظلم واضطهاد واهانه لكرامتنا وتهجيرنا من قبل النظام الحاكم. ثانيا يا قطريم، اناشد جميع اخوان الاريتريين ان يستفيدوا من برنامجك ملفات اريتريا وان يشاركوا أكثر حتى نستطيع أن نوصل للعالم ما يحدث في بلادنا من قبل هذا النظام الدكتاتوري، وأشكرك. شكرا لك. شكرا لك يا أحمد إدريس من جدة. نأخذ اتصال أيضا من كمال من السعودية. فقدنا الاتصال. نأخذ اتصال من السودان. أبو ريم، أبو يوسف. نأخذ أبو يوسف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يعني مشكلة المسلمين في إريتريا كمثل المسلمين في كوسوفو أو يوغوسلافيا، وأفغانستان وباكستان والهند. يعني مشكلة المسلمون العجم هم حكام المملكة العربية السعودية الماسونيين. يا أخي أبو يوسف، اليوم موضوعنا موضوع خارج عن ما تتحدث عنه. شكرا لاتصالك. عموما إريتريا الذكرى 21 الاختفاء القسري لمعتقلي الرأي. لا نريد أنور من البحرين، تفضلي أنور. أنور مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. الله يخليك، يعني بارك الله فيك على قلب برنامج حقك. طلع يعني مشاكل إريتريين، والناس عرفت أن إريتريا فيها مشاكل، فيها سجون وفيها بلاوي. لكن بالنسبة عن كلام أخوي الشيخ، يعني المعتقلين مش في كانوا بس، في جميع أنحاء إريتريا. من جميع طوائف ومن جميع مناطق إريتريا مشايخ، من ضمنهم شيخ عثمان، شيخ محمد علي، وأخيرا الحين قبل أسبوعين شيخ اللمين، شيخ صالح. وإن شاء الله هم أساس الثورة الإريترية، وحتى كمان أبشرك إن شاء الله حيكونوا هم إن شاء الله من ضمن المقاومة اللي تقاوم لهذا النظام الجبار اللي ما يخاف الله. ونحن ليس طائفيين، إن كان المسلمين وإن كان المسيحيين كلهم في السجون. أنا أقول مسيحي ولا مسلم، أما نحن إن شاء الله نكون يد واحدة وننادل وندافع ونطهر بلادنا من هذا النظام الخائف. طيب. شكرا. أنور من البحرين شكرا لك. نأخذ أبو حليمة من السودان. أبو حليمة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة الخطرين، والله نحييك إن شاء الله، ناخد بيت نحييه إن شاء الله، ونبقى الإريترية دي مع السجون ومع الإعلام، بس إن شاء الله المسلمين يتحدوا ونشوفوا بديته. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك على هاي المشاركة القصيرة. ناخد عمر من إيطاليا. عمر طيب. عبد الحفيظ من بريطانيا. عبد الحفيظ ايوه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. التحيه لك ولقناه الحوار ولبيتك الكريم الاستاذ عبد الرحمن. الله يخليك.
بالنسبة لقضية اليوم، نعم، هل ما زلنا نبحث عن إجابة لماذا اعتقلوا هؤلاء النخبة؟ الإجابة واضحة للجميع، ولكن المطلوب ماذا سنفعل الآن نحن فقط؟ هذه الإجابة التي نرجوها فقط، ماذا نعم. نفعل لهؤلاء المعتقلين؟ أيوة طيب، وشكرا كثير. شكرا لك عبد الحفيظ، شكرا لك. أبو عبد العزيز من السعودية. أبو عبد العزيز، أيوة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أمسي وحاجة على أختي الكريمة وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. الله يسلمك. بدءا من البدء طبعا أحب أقدم شكري الجزيل لقناة الحوار، القناة الوحيدة التي تكاد الوحيدة التي يعني تسلط الضوء على معاناتنا كإريتريين في الداخل وفي الخارج. نعم شكرا لك، وتفضل سؤالك أو مشاركتك. أنا عندي مداخلة بما يخص قمع الحريات في البلد. عندنا النظام الحاكم لم يكن يوما مجرد نظام يقمع حرية التعبير فقط، وإنما كان يعمل على تعجيج الفتن على عدة مستويات. المستوى الديني ليس المستوى الأول، وإنما قام على تعجيج الفتن على المستوى العرقيات كذلك. نعم. أنا من عرقية الجبرسي أو من بنهير الجبرسي كما يقال. نعم. إحنا قاداتنا عمل النظام على اعتقالهم. نعم. منذ سنة 92 تقريبا، لمجرد أنهم نادوا بحرياتهم. فهذا النظام نظام قمعي ليس جديدا عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرى مشايخنا الكرام في كرم وفي غيرها إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك أبو عبد العزيز على هذه المشاركة. ناخذ أبو معاوية من قطر. أبو معاوية فقدنا الاتصال. أبو حارث من السعودية. أبو حارث تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أيوة خطريم، والله أشكر على قناة الحوار، وأشكرك جزيلا. العفو. كما أشكر ضيفك الكريم عبد الرحمن صالح. أيوة. هناك اقتراح يا أختي، لو كان عن كل حلقة تحدث عنها في المستقبل، يعني إعلان عنها في شريطكم أو في شريط المطري اللي عندكم. أيوة. في تحت اللي هناك. نعم. هذا اقتراح، أو أن تعلنوا في نفس الحلقة، مثلا حلقة اليوم تعلنوا في الحلقة القادمة. أيوة. حتى نعد أو يعد المتصل أو المستمع ما عنده من المعلومات. أيوة. هذا اقتراح إن شاء الله. إحنا طبعا عندنا ملفات إريتريا على الفيسبوك أيضا. نرحب بكل المشاركات. نعم. عندك أي سؤال أو مشاركة؟ الشعب الإريتري يا أختي مر بمراحل صعبة. نعم. ولا زال من الاعتقالات والتشريد. يكفي أن يقول للولد أو لأبيه إذا تم ابنك 18 عام فأنت لست مسؤولا عنه، وعندما يخرج هذا الابن من هذا البطش إلى الخارج هذا الوطن يعاقب الأب وتعاقب الأم ويعاقب الأخ. هذا النظام يا أخوان لا نريد كلاما، نريد عملا. طيب شكرا لك يا أبو حارث على الله يجزيك خير يا أختي. شكرا لك، الله يجزيك الخير، شكرا لك. ناخذ اتصال من إدريس من السعودية. إدريس هلو. أهلا وسهلا، تفضل. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أحيي قناة الحوار، أحيي قناة الحوار وأحييك شخصيا لما تقدمون مجهود لصالح الإريتريين، وأحيي ضيفك الكريم. حقيقة أنا عندي رسالة وعندي تعليق بسيط. تفضل. بالنسبة للشخص اللي اتصل من فرنسا. أيوة. فحقيقة أنه البرنامج هذا نحن عايزين نستغله استغلال لصالح القضية الإريترية، وليس في أنه نحن نخلق إشكاليات
بالإضافة لأنه المملكة العربية السعودية تستضيف عشرات بل مئات الألوف من الأريفيين، وبالتالي نحن نعيش فيها كما يعيش أي شخص آخر. أيوة. بل ربما الحياة التي يعيشها الأريفي هنا قد لا تتوفر في كل مكان يعني. طيب. لذلك أرجو من الأخوة الذين يتصلونها أن لا يحاول التطاول. ثانيا بالنسبة للرسالة، ألو نعم احنا معك. هل أيوة. في بالنسبة للرسالة اللي وجهنا، أوجه رسالة للأخوة المسيحيين الإرثيين. نعم. لأنه قضيتنا هي قضية بتاع الظلم عام، ولكن كما ذكر الأخ عبد الرحمن من شوية أنه الظلم عن ظلم يختلف. نعم. واللي نتمناه من الأخوة المسيحيين الإريتريين أن لا يغروا بالنظام القائم لأنه طيب فقدنا الاتصال. شكرا يا إدريس على هذه الرسالة. ناخذ علي من السعودية. علي. علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا كنت من السعودية وحي ضيفكم وحي برنامجكم. أخلي. وودي انك تطرحين سؤال، يعني هل الريتيريال يعني هل هي دول عربية او اكثريتها سكان عرب؟ نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، انا اتأسف للشعب الريتيري وحكومتنا يعني ابدت موقف من التعامل مع يعني المتخلفين او المجهولين. نعم. لانهم اثيوبيا وريتيريا هم من استقبل المسلمين في صدر الاسلام ولهم مكانة كبيرة عندنا. وشكرا. شكرا لك. شكرا. تسلم. شكرا. ناخذ اتصال موسى من السويد. مرحبا يا موسى. تفضل يا موسى. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ولديك الكريم، ونشكر قناه الحوار النافذه الذي ننتظرها اسبوع كامل يعني. شكرا لك. نشكر مشاركتك الدائمه يا اخ موسى. نعم تفضل. الله يبارك فيك. بس انا عايز اسال الاخ تفضل انه في كرن كان الشيخ الفاضل الاستاذ محمد الشيخ ادم، وهذا كان عمده من عمد في كرن يعني، وابوه كان الشيخ الخلف اللي قرانا القران. هذا الرجل يا اخ كريم لما هو يكون في السجن مفروض كرن كلها تقوم بها، لكن الذله والهوان. وعايز اقول يعني احنا لما نتكلم في كرن ما معنات بس في كرن، معنات في كل موجود الاستهداف في كل بلد موجودين. فعايز اساله سؤال، كم من كان الحاكم الوقت ده؟ كان في ضيفك هنا اسمه السفير السابق عبد الله ادم. وقت الاعتقال كان موجود الاخي عبد الله ادم السفير السابق. نعم. وقت الاعتقال، هذا هو السؤال حقتي. طيب طيب شكرا. شكرا لك استاذ موسى. كمان اتصال ناخذ. محمد من السويد. محمد من السويد، فقدنا الاتصال. ناخذ اتصال محمد من السعودية. كمان فقدنا الاتصال. أبو عبدو من السعودية. تفضل يا أبو عبدو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي قناة الحوار ونحيي ضيفك الكريم. اهلا وسهلا. الحقيقه في اريتريا اعداد كبيره من المفقودين، وفي اعداد كبيره من المعتقلين، ليس في كرن واحده ولكن في مناطق كثيره. نعم. الشيء المطلوب من النشطاء ومن المعارضه اولا التوثيق. نعم. وتسجيل هؤلاء ونشره في كل وسائل الاعلام، وبعدين الاتصال بشخصيات حقوقيه في البلاد العربيه ومثلا يعني في البلاد الاوروبيه، ولازم القضيه معروضه للناس جميعا عشان يعرفوها. حتى في السعوديه هنا في ناس ما عارفين انه اريتريا فيها معتقلين ولا فيها اضطهاد ولا فيها، لانه الاعلام والمعارضه ما قادره تقوم بعملها. نعم. وشكرا جزيلا. شكرا لك، وهذا ما نحاول ان نسلط على الضوء على كل هذه القضايا عبر ملفات اريتريا. ناخذ ادريس من السودان. مرحبا ادريس. ادريس. الو. اهلا وسهلا ادريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. اهلا بك يا كريم. اهلا وسهلا بك. تفضل ادريس. للاسف فقدنا الاتصال، اتمنى ان يعود ادريس يحاول الاتصال مره اخرى. في ضغوطات كبيره جدا على برنامجنا اليوم. شكرا لك الاتصال. ما اعرف اذا في اي مكالمه اخرى. من يونس من المانيا. يونس. يونس.
الو. اهلا وسهلا بك يا يونس. مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا. هذا قناة الحوار. ايوه معك، تفضل على البرنامج، تفضل. انا سؤالي لك ان دفك الكريم، مشكلة الإريتريا مش مشكلة المسيحيين والمسلمين. ايوه صح، مسلمين دخلوا في السجن، في كم مسيحيين دخلوا في السجن في الرئيس الموجود الشمولي حسن. ايوه لو نتكلم نحن مسلمين ومسيحيين قاعد ندخل وين؟ طيب واول شيء لازم نعرف نفصله لمن، مين هو الحاكم، مين هو يقدف، مين هو شعبيه جبهه الشعبيه، الاثنين مين هو من الاثنين، جبهه الشعبيه التحرير مين هي، مين هو يقدف. ايوه وبعدين نتكلم نحن الإريتريين ولدنا ابونا ولد ولدنا قاعد يطلع على الغربة، قاعد نتهجر كلنا. نعم. السجن مليانة مليانة مش مسلمين بس، خلينا نتكلم واضح، مسلمين. طيب. ومسيحين ما نتكلم على الدين واحد. أخ يونس احنا نتكلم اليوم بشكل خاص عن الانتقال. أيوة الانتقال للاختفاء الطفلين. أيوة معلمي إذا كنت يعني يعني وصلتك المعلومات او الفهم بشكل واضح. وصلتني المعلومات الاخونا المسجل في الكرن، انت قاعد تتكلم من درجة. نعم. العربي، اللغة. نعم. العربية عن معلمية اللغة العربية والتربية. نعم الاسلامية. نعم معك، نعم معك، لكن مش مسلمين قصر. بس في سجن مليانة، سجن مسيحيين كمان. نعم احنا يعني هناك احصائيات، طبعا اذا كان لديك احصائيات وارقام تفضل يعني بعرضها، احنا نتكلم ايضا بمنطق الاعداد والاحصائيات وشهود عيان الذين شاهدوا هذه الاعتقالات والذين كانوا أيضا في داخل السجون. صح كلامك، لكن دامتين مش بس مسلمين مليانين السجن، مليانين كمان مسيحين. عموما الظلم وقع على المسيحيين والمسلمين. شكرا عموما يونس على هذه المداخلة. ناخذ اتصال من إبراهيم من السودان. إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت نشكرك، وأنا بس مداخلتي بسيطة. أول حاجة يا جماعة ما نسمع الصوت. لماذا أسروا؟ نعم لأنهم أسروا بحكم أنهم مسلمين، وكلام اللي بيقول أخونا يونس ده ما صح. المفترض أخواننا المسيحيين. نعم. يقروا أن الدكتاتور ولدهم الكائن في البلد ده قاعد حيدخلهم في مشكلة خطر لهم هم. نعم. الهروب إلى الأمام هذه قضية ما صحيحة. الموجود المسلمين متخذين في اسمهم، متخذين في دينهم، في من المسلمين من خرج هو عميان من السجن، ومن ما خرج بعد ما تغير جلده بالبرص بالعذاب، ليس لشيء إلا لأنهم ينتموا إلى الثقافة وإلى الإسلام. ما عملوا شيء، ما حاربوا. طيب. أسياس بقدر النظر أننا معهم وربوه، ولما وصل إلى هذه الدرجة واليوم عملهم جزاء سلمية. شكرا لك يا إبراهيم، وصلت الرسالة، شكرا لك. ناخذ اتصال إدريس من السعودية. إدريس السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم ورحمة السلام. الله يا كريم، داير يقول كلمة واحدة بس معلش. تفضل يا أخي. هنا المسلمين الإريتريين أمامنا خيارين بس. نعم. أما نرفع أسلحة ونسير حقوقنا بالقوة، أما الأخوان المسلمين في الداخل حيحقونا نهرب بس. طيب شكرا لك إدريس، شكرا لك. ناخذ أحمد من السعودية. فقدنا الاتصال. محمد من السويد. محمد من السويد فقدنا الاتصال. يعني عفوا عودة لك أستاذ عبد الرحمن، يعني هناك العديد من الأسئلة. نعم. والاستفسارات والمداخلات. إدريس من السعودية، خيار السلاح أو سيلتحق بنا. كلام صح، ما أخذ. نعم. بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ده. نعم. معروف ومبدأ. نعم. ولكن الناس تطالب بحقوقها لأنه ما. نعم. ضع حق وراءه إيش. نعم. مطالب يعني. نعم. فهذه ما فيها إشكال. هل كما ذكر عفوا فقط أريد الرد على يونس يعني. نعم. هل. نعم. إحنا نستوضح في هذا البرنامج أنه طبعا الظلم وقع على المسيحيين والمسلمين، ولكن بشكل خاص في هذه المناطق. نعم. التي كان لها كثير من المعلومات الموثقة والإثباتات والأدلة، ونحن اليوم نواجه الآن عن فئة خاصة، الاختفاء القسري لمعتقلي الرأي، وأنت ذكرت هناك شواهد كثيرة جدا تتحدث عن
أعداد هائلة في السجون الإريترية التي لا أعرف كم هي أعدادها. نعم. يعني يا ليت تذكرنا عن يعني الأعداد الهائلة في السجون الإريترية، من هم، كم أعداد السجون يعني؟ نعم، ما هو دي في إحصائيات بالنسبة لعدد السجون في إريتريا، حوالي 490 سجن هم موجودين. نعم. بما فيهم المعتقلات السرية وكذا. نعم. بعض منها معروف يعني لما الناس يخرجوا كذا يتكلموا عنها. وبالنسبة للمعتقلين الإحصائية، في إحصائيات مختلفة، مثلا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدولة تقول من 5 إلى 10 آلاف. نعم. في هناك إحصائيات إريتريا تقول 20,000 هم. 20,000 سجين. 20,000 سجين. نعم. 17,000 منهم مسلمين. نعم. و3,000 مسيحيين. نعم. أنا أذكر مثال مثلا يدلل يؤكد على هذا الكلام، مثلا في نعم. منطقة اسمها هبرو. أيوة. هذا في سجن سري، كان في واحد من الشباب قريب مسجون هناك، وبعد ذلك مرض هذا قريبه هذا من الإهمال. نعم. وأتي به إلى مدينة كرن. نعم. وفي مدينة كرن نقلوه في مسجد اسمه دوغانا في منطقة شفشفيت. أيوة. في هذه المنطقة فيعملوا لهم برنامج ايش كده تعليمي. نعم. مثلا فيهم من ضمنهم الدكاترة اللي ذكرت الدكتور عمر الدين. أيوة. وفي واحد أستاذ ناصر اسمه من الساحل المسجون متعلمين. نعم. فكانوا قائمين بهذا البرنامج في السجن. بعد ذلك كان يسمح لهم زيارة كل أسبوع مرة، فالأخ هذا صادف أنه زار قريبه. نعم. وبعد ذلك يعني وجدوا ناس هناك الخريجين تقريبا في السجن موجود حوالي 700 شخص في هذا في سجن واحد بس، الأغلبية مسلمين هم. نعم. وما يعرفوا مسجونون في إيش، كل واحد إيش المسلمين لا يعرفون ما هي تهمهم. أيوة. في معهم مسيحيين، مسيحيين قليلين معهم، بعض من المسيحيين بيعرف إيش السبب المسجون فيه. نعم. لأنه يكون مسكوه كان هرب من الخدمة أو كان في الحدود، يعني بعض منهم بيعرف. نعم. أما المسلم ما بيعرف لأن أصلا أخذوه من بيته يعني. نعم. وودوه. بعدين لازم نفرق نحن ما بين النظام والشعب. النظام هذا يعني نظام طائفي، هو برنامجه طائفي وإصياس وعصابته وزمرته ومن يؤيده، تمام، والأغلبية فيه إيش مسيحيين اللي بتأيده يعني. نعم. تمام. فبالتالي هذا نفرق ما بين نحن لا نقول إن الشعب المسيحي. نعم. هو بيضطهد إيش الشعب المسلم. الشعب المسيحي أنا أيضا ذكرت مضطهد ومن ضمنه. نعم. اعتقل الجهوبة. نعم. واعتقل القساوسة بس في الفترة إيش الأخيرة، الفترة الأخيرة هناك أصحاب رأي أيضا مسيحيين اعتقلوا. نعم. يعني وتشردوا. موجود. موجود يا أخي. ما إحنا قلنا. نعم. قلنا لازم نفرق ما بين ظلم وظلم. مشكلة إخواننا المسيحيين إنه ما عايزين يعترفوا إن النظام ده إيش طائفي، هو منطلق طائفي. أنا عندي أشياء كثيرة تثبت على ذلك. كيف؟ يعني بشكل تدل. سريع. من ضمن إيش قلنا المساجد. نعم. تاني شيء اللي هو فرض قيم غير إسلامية في مدن، مثلا عندي مثال في أفعبد. نعم. بعد التحرير مباشرة جو في مدينة أفعبد ده ما في مسيحيين، 4 أسر ولا كم كانوا موجودين فيها، تمام، فقالوا لهم لازم يفتح بار. نعم. لأهل المدينة قالوا بشكل سريع. نعم. البار هذا قالوا نحن ما عندنا ناس يشربوا خمرة. نعم. لا يفتح البار، مفاوضات. نعم. وفرض عليهم هذا البار، وأخيرا اتفقوا إنه يكون إيش في ضواحي المدينة في منطقة اسمها حوصط. نعم. وسموه بار كشة، يعني الكشة هو الخيش. نعم. اللي يعملوه حساس إنه لا يكون بعيد شوية، فاللي. نعم. عايز يمشي هكذا. فهذه في فرض القيم يعني تفكيك الأسر المسلمة. التغيير الديموغرافي الاستيطان. أيوة. من المناطق بشكل سريع. نعم. التغيير يعني الديموغرافي أيضا موجود، إنه في النظام سنة في قانون عام 1994. نعم. ألغى كل الأشكال التقليدية لملكية الأرض. نعم. وبموجبه وطن في من 12 يونيو الى 7 يوليو 2009 2814 أسرة. نعم. يتكون عدد افرادها من 11914. وطنهم من اين لاين؟ من الاقليم الجنوبي. نعم. نعم. والى الاقليم القاشبركة. نعم. وهذا التوطين الان بعد 21 يناير موجود، بيشجع الناس على سنه يعطيهم سلفه حوافز. من البنك حوافز. نعم. من البنك ومحلات تجاريه يفتحوا لهم يعني. وهذا تكلم فيه ايضا مصطفى نور الحسين. نعم. على اساس انه النظام القرض الموجود ما يتماشى ومع تعاليم الاسلام، فبالتالي ايضا المستفيدين منه ايه مسيحيين يعني. وهل المسيحيين يعني. نعم. هم يقبلون بهذا الاستيطان. نعم. وتنقل. بعض طبعا مجبرين بعض منهم. نعم. نعم. لأن واحد ما يريد أن يترك إيش البيئة اللي تربى فيها واللي نشأ فيها، والبعض الآخر ممكن يشوفه من ناحية المصلحة والنظام فارض عليه يذهب هناك يعني. فأنا لا أحمل هؤلاء الناس
الجريمة. أنا قاعد أتكلم عن النظام بس هم برضو لازم يشوفوا أبعاد هذا الموضوع في المستقبل. نعم. لأنه الأراضي اللي بيوطنوهم فيها دي أراضي حق المسلمين والموجودين اللاجئين، رفض عودة إيش اللاجئين وعمل عرقلة لعودة اللاجئين عشان مشروع الطائفي هذا هو. صحيح. نعم. طيب أنا بالنسبة لي بشكل واضح قاعد أتكلم، هو قال بوضوح. نعم. بتكلم معه بشكل واضح، وهذا وشهد به أيضا منهم اللي هو اسمه في عضو في جبهة الساقم اللي هو. نعم. برهاني هنجمة. نعم. اسمه يعني في مؤتمر أديس بتاع الشباب اللي كان موجود، ذكر واحد سأل قال لماذا لا يكون للتجرينيا تنظيم يعارض النظام. نعم. فهو أجاب برهان هنجمة ده قال لأنه التجرينيا ليسوا مظلومين. ضجت القاعة لأن أغلبية كانوا كيف تقول الكلام ده، فقال أنا أوضح ما قلت لكم أنا المسلمين المسيحيين ما ظلموا، مثلا هربوا وخطفوا وأخذت كلاهم وأعضاؤهم، ولكن قال الهوية موجودة، اللغة التجرينيا هي السائد هناك، لغة دواوين الدولة في القضاء في المعاملات الرسمية. نعم. الثقافة التجرينيا موجودة، فبالتالي المسيحي ليس مظلوما يعني في وجود، وإنما مشكلته الظلم الموجود وهناك للسياس. احتكار للسلطة أيضا بشكل سريع. نعم. احتكار للسلطة أيضا شهد بها أحد من اسمه كبروم سنتيم في نفس الإجابة سريع. قال أن التجرينيا. نعم. دي مسيطرين 80%. نعم. منهم على وظائف الدولة. نعم. ولما قال أبو عري هذا في 2001 هذا الكلام في قضية لغة الأم، وأنه إذا ما تعرف اللغة التجرينية ما توظف، زج به في السجن أيضا. طيب. اختفى إدريس أبو عري هذا. قبل ختام. نعم. البرنامج، يعني هل هناك مسيحيين يعترفون اليوم بكل هذه الوقائع وهذه الأحداث؟ المسيحيين على مضض بعض منهم إيش بيعترف. نعم. وبعض منهم المنصفين زي برهان هنجمة بيعترف، لكن هم يحاولوا لا يصفوا هذا النظام ايش بالصفة الطائفية. سؤال وهذا الموضوع اللي احنا تناقشنا. نعم. فيه كثير وهم على مضض رسالة عبد الحفيظ من بريطانيا. نعم. ماذا سنفعل لهؤلاء المعتقلين؟ نعم. سنفعل والمختفين. نعم. أجاب. نعم. نعم. أجاب عليه. نعم. الأخ هو كان أحد المتصلين، توثيق وتسجيل هؤلاء والتعامل مع المنظمات الدولية توثيقها يعني. نعم. كما طالب الأخ الحسن. نعم. هذا المطلوب تقديمه إيش إلى الجهات المعنية، الجهات الدولية. نعم. هذا هو المطلوب يعني. طيب. والناس تسعى، كل ياش يسعى بدور، والسؤال هذا مطروح على جميع الناس على الجميع. عبر عبر. طيب. قناة الحوار يعني. أستاذ عبد الرحمن صالح حراط، نشكر لك هذه المشاركة. ملف هذا اليوم مشاهدينا الكرام، الذكرى 21 لبدء الاختفاء القسري المعتقلي الرأي في إريتريا بالتحديد في مدن كرن. نتمنى أن نلتقي لملف آخر جديد، انتظرونا. وأيضا يسعدنا تلقي كل مشاركاتكم ومقترحاتكم وأراءكم على ملفات إريتريا على الفيسبوك. مني ومن فريق العمل ألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.